روما مثلا ب 17 هدف، هو هدف نادي الاتحاد الان اللي موجود معاهم. الاجانب اجانب لاعبين الاتحاد تقريبا سجلوا 37 هدف، سجلوا 37 هدف من 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 اهداف من اهداف الاتحاد اللي تيجي تقريبا 58. روما فقط 46% من اهداف اجانب الاتحاد. على فكره اجانب الاتحاد مسجلين من نسبه الاهداف حقت الاتحاد 64%، معناها استفاده من اللاعب الاجنبي نادي الاتحاد. تلاقي روما هو اعلى واحد فيهم، سجل تقريبا بما نسبته 46%، جاب 17 هدف. لما اقول لك الرقم هذا الرجل مو راس حربه، تعرف قيمه اللاعب في الدوري هذا وش قاعد يصير تسويه. اضافه الى ذلك روما مو اللاعب اللي دائما اقولها، مو اللاعب اللي ينتظر ارتفاع مستوى المنظومه عشان يبدا. ما له دخل هو. ما له اي علاقه. زي ما يقولون شفت مباراه الفتح الاخيره اللي شافها، زي ما يقولون بالتشبيهات اللي يخرج من الرماد، يعني تلاقي الاتحاد ميت فجاه يطلع لك هو يجي لك هدف. جاب الهدف التعادل في البدايه، وثم في الاخير جاب برضه الهدف التعادل، وجاب هدف التعادل لهم في الاخير. يعني فلذلك اللاعب تلقاه وقت الحاجه، هو زي الدواء لنادي الاتحاد. تحس انه مو موجود ولكنك يطلع لك في لقطات تقول وين جا فيه. الهدف الاول وين كان موقعه؟ برا 18 وجاب الهدف. الهدف الثاني اللي سجله برضه وين كان موقعه فيه؟ فلذلك فعلا لا لاعب لا يؤمن جانبا من فريق الخصم. وزي ما قالوا الزملاء ايا كان المنظومه اللي حوالينا هو يبقى ثابت فيها ويعرف اهميته فيها، ولو هو باللاعب اللي يحاول يسرق الكاميرا. حليل ما وجود في لاعبين، وبكررها اكثر من مره، يعني يشتغلون على الشو والتمثيل اي اكثر، وهو يعرف الجمهور السعودي كيف، عارف عاطفه الجمهور العربي، يحب الشعار مش عارف ايش، يسوي الاشياء هذه ويقعد ينبرش، يعني يسوي اشياء يحسس كأنه هو مولود في النادي. وهو لو ينقص عليه راتب شهر اشغل العالم في 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 فيها راح الحب. اما هذا لا،